بونجور. يا بونجوراتك، شو عم تعمل؟ مو انت قلتي لي بدك تدوقيها لمونة امي؟ لا، ما كان بدي ادوقها، كان بدي اكلها كلها، وبدي اياك تعرفني على امك لحتى اتشكرها. تتشكريها على شو؟ ها؟ على المونة؟ عليك انت. مالك خايفة؟ من شو؟ نور، انا ظرفي صعب وما مبين معي شي لقدام. شو يعني؟ يعني ما بدي يكون سبب بأي شي ممكن يأذيكي لقدام. القصة بدها دوزان عقل. معك حق. بليز خلص لي الترويقة اللي كنت أخذت الشاور تبعي. ألو؟ وينك؟ ليه ما عم ترد علي؟ إيه كنت نايمة. لا شو بدي يكون فيه يعني؟ ضغط شغل مش أكتر. هلأ؟ هلا لا، لانه عندي موعد شغل مع مي كمل اعداد الحلقه. بس ليك الليله بدي اشوفك، في موضوع ضروري نحكي فيه. ما بدي احكي فيه على التليفون، بس شوفك بنحكي. اوكي باي. كن شاء الله ريت نعيما. ميرسي. وا كأنه اليوم في اهتمام زيادة. واهتمام بلدي وحياة عينك. البيض بلدي، والشنكليش بلدي، ومكدوسات لأمي بلدي البلدي، وسيلفو بلي. مرسي. شو ببلش؟ بلشي باللي بيحبه قلبك. قولي بسم الله. ليك فادي، انت حبيت قبل مرة؟ شو خطرنا؟ جاوبني. ما بعرف اذا كان حب او شيء تاني. معقول ما بتعرف اذا حبيت او لا؟ بيقولوا اللي بيحب بيضحي بكل شيء. انت شو عملت؟ انا بأول مرة ما قدرت ضحي، وتاني مرة ما زبطت معي، وما لحقت بتالت مرة، ورابع وخامس وسابع مرة. شو رأيك بهالشنكليشات؟ فظيع، أنت مش معقول. أنت انهبلتي؟ ما شفتي شو صار فيي؟
يا امي هيدا خيي ومن حق يزور قبره. حق شو لي بنتي؟ حق شو؟ بيت عمك كل عمرهم اكلين حقوقني، حبسوا بيك وقتلوا خيك شاهين من ورا الطبع اللي اكل عظامه. يا امي ما بقى تفتحي لي هالقصص، بعرف كل شيء ومن مسامحتهم. برحمة شاهين تروقي، بكره بس يطلع بيك من الحبس رح يصلح كل شيء ورح ياخذ لي حقني من كل حدا غدر فيني. بس شاهين خلص ما بقى رح يرجع. ماما بشرفك خلينا نزور قبره. شاهين طول عمره بيسمع لي، عندي حكي كتير بدي اقول له اياه هلا ولحتى اموت، ما حدا غيره رح يسمع لي. مثل ما بدك، رح البس وروح. ما لا ما بدي تعلق انت ومرت عمي، بس مش رح خليكي تروحي وحدك. مش رايحه لوحدي. شيخ الجبل؟ كيف عرف؟ مين اللي خبره؟ طيب طيب جاي فورا. بدك تتركوني يا ابني، تتركوني بدك تروق غصبا عنك، واذا ما بتقدر نحن بنعرف كيف نهديك. ابني اللي انقتل، ابني اللي انقتل وغريمه فلتين، كيف بدك ياني روق تتركوني؟ كل هيدا ما بفيدك يا غازي، واذا رح تتهور رح تقضي كل حياتك هون وما رح تقدر تقرا له الفاتحه على قبره حتى. اسمع مني، كل هيدا ما بفيدك، انت رجال قوي وحامل قصص اكبر من هيك. هذا شاهين يا سيدنا، هذا شاهين، شاهين الله يرحمه. وهلا شد حيلك واثبت لهم انك متوازن، على الأقل بصير فينا نردك مطرح ما كنت. اتركوه. وليد جيت بوقتك، كنت عم جرب اتصل فيك، امبارح صفيت السيارة هون، اليوم نزلت ما لقيتها، شكله حدا سرقها. روقي روقي، صباح خير أول شيء. من وين الخير؟ مسروقة السيارة. اطمني، السيارة عندنا ومش مسروقة، وهيدي سيارتك الجديدة. ألف ألف مبروك.